انت تخصصك تسويق، بكالوريوس تسويق، صحيح. لو دخلت يعني مجال الشهره قبل لا تخلص الجامعه، كان كملت الجامعه ولا لا؟ برضو الصدق اكيد لا، اكيد بكمل. على فكره انا يعني دخلت في مجال الشهره وانا طالب جامعي وما وقفت، كان عندي خيار اني انا اقدر اوقف، ولكن شهادتك الجامعيه دائمه، ولكن حياتك في السوشيال ميديا ممكن تكون يعني ما تكون دائمه. طب بما ان اتفقنا على الصدق عبد الرحمن، كم معدلك يوم تخرجت؟ جيد جدا، ترى دافور. احسنت. زين تبي بالضبط ولا لا ولا ما يهمك الموضوع؟ انا ما سمعت لا بوينت ولا ما سمعت شيء يعني. جيد جدا كذا. 3.79 ما شاء الله، على حد الجيد جدا. من خمسة؟ اي من خمسة. حلو. طيب انت توظفت بعد الشهادة ولا؟ توظفت في شركة تسويق. توظفت في شركة تسويق، توظفت في جهة حكومية، وبعد كذا وقفت. الحين خلاص تركت الوظيفة؟ تركت الوظيفة، ولكن الحمد لله قاعد اشتغل يعني شغل شخصي. اوكي. انت ما تركتها الا لما بديت وانتصفت في شغلي يعني. حلو، ممتاز ممتاز، يعني كان في خط رجعه. طيب